نذهب لرام الله ولاء سلامين مراسلة القاهرة الإخبارية. ولاء، يعني اقتحامات وتصعيد في محافظات الضفة بشكل عام، قتل واقتحامات واستيطان واعتقالات جماعية أيضا أدانها حتى اليوم رئيس الوزراء الفلسطيني أشتية، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الشعب هناك. ما جديد المشهد إليك إذن ولاء؟ نعم، أهلا بكم. إذن الاقتحامات ما زالت مستمرة. الآن يجرى الاقتحام لبلدة يعبد في مدينة جنين، حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام هذه البلدة، وبهذا الاقتحام سيسر بالتأكيد عن إصابات لربما، وأيضا اقتحام هذه البلدة يعني ذلك أن يكون هناك أيضا عدد من الاعتقالات في الضفة الغربية. منذ فجر يعني منذ منتصف عفوا الليلة الماضية وفجر هذا اليوم نتحدث عن 56 فلسطيني تم اعتقالهم من الضفة الغربية، بمعنى أن من يتم اقتحام البلدة أو حتى اقتحامات للمدن الضفة الغربية يكون هناك عدد من الاعتقالات لدى قوات الاحتلال. كل هذه الأمور تسفر عن أن الضفة الغربية ما زالت في وضع الغليان، وأن الكثير من المواطنين وأيضا الغاضبين من أن قوات الاحتلال التي تقتحم البلدات والقرى يتم ذلك بفعل أن يعني تقوم باقتحامات المنازل وبعد ذلك اعتقال للفلسطينيين. أيضا ما تمنهج عن هذا اليوم باقتلاع أشجار الزيتون واللوزيات في منطقة الخليل وفي منطقة سلفيت بالتحديد في منطقة ديرستيا شمال غرب سلفيت، قاموا بقطع 100 شجرة زيتون. فهذه الأفعال وأيضا ما تقوم به المستوطنين بتمركزها وأيضا الذراع الأيمن لليمين المتطرف بالكنيسة تقوم أيضا بالاعتداء على المزارعين الفلسطينيين والفلسطينيات. نتحدث أيضا أن الفلسطينيين الذين يعني يكونون حالة الائتمان على أنفسهم والاطمئنان بيوم يعني بالليالي التي تمر على الضفة الغربية، ذلك بأن قوات الاحتلال تداهم المنازل وأيضا تعتقل الفلسطينيين من داخل هذه المنازل. أيضا الصحفيين يتم اعتقالهم، هناك أكثر من 41 صحفي رهن الاعتقال، ومنهم من تم إطلاق سراحه و 29 هم رهن الاعتقال. السيدات الفلسطينية يقوم جيش الاحتلال باعتقاله، وبعد ذلك يقوم يعني منهم من يتم الضغط عليهم لذويهم، ويكون ذلك بفعل أن قوات الاحتلال تطالب من هم مطلوبين لدى قوات الاحتلال إذا ما تم يريد عائلاتهم بفك اعتقالهم يجب عليهم تسليم نفسهم، ومنهم من الأطفال ومنهم أيضا من كبار السن ومنهم من يتبعون لتنظيمات سواء من كوادر حمساوية وفتحوية وأيضا الجهاد الإسلامي.